اهلا وسهلا المشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم يونس بوكري، رئيس الجمعيه المغربيه لوسطاء ومستثمري التامين بالمغرب، وذلك لمناقشه مستجدات قطاع وساطه التامين خاصه مع الخرجه الاعلاميه للجمعيه خلال هذا الاسبوع. اهلا وسهلا استاذ يونس، مرحبا بك. اهلا استاذ الله، وكنشكركم مره اخرى على الاستضافه في البرنامج ديالكم. نعم سي يونس، خلال هاد الخرجه الاعلاميه ناقشوا مجموعه من الاختلالات اللي كيعرفها في قطاع وساطه التامين. في نفس الوقت واش الهيئه ديال المراقبه التامينات هيئه اكاب استجبت الشكايات ديالكم؟ للاسف الشديد يعني اليوم منذ شهر يونيو 2021 يعني كانت صدرت توصيه ديال وسيط الملكه كوسيط دستوريا باش تثير انتباه ديال هيئة مراقبة التأمين الاجتماعي بأن فعلا هناك مخاطر كتمس قطاع التأمين وكتهدد القائمين عليه وكتهدد العاملين فيه والمستفيدين منه. وهذه التوصية رغم الأهمية ديالها السابقة في قطاع ديال التأمين من المؤسسة الدستورية بهذا الحجم ما تخدش بها بالاعتبار، وهذيك الخرجة الإعلامية اللي قمنا بها بحضور التنسيق وبحضور ديال الإعلامي المقتدر السعادة قبل الشكر بينات بان القطاع فيه مشاكل فعلا وفيه ضحايا من جميع الاطراف اللي كيشتغلوا في القطاع، منهم مؤمن لهم، منهم الشركاء وغيرهم. وحتى التوصيه ديال وسيط الملكه اكدت ان حتى المستفيدين منه، شكون هما المستفيدين من التامين؟ راه هما الزبناء بصفه عامه. فما كاينش حتى استجابه، بل الاخطر من ذلك ان السيد وسيط الملكه اكد في التوصيه ان الهيئه خاصها تفعل جميع الصلاحيات باش تقوم بمساعده يعني المتدخلين في اطار ان حمايه الحقوق لجميع الاطراف، ومن ضمن النقاط انها تستجب لجميع الشكايات اللي توصلت بها او اللي غتوصل بها وتفتح باب حوار مع الجمعيه. فكنأكد لك الهيئه الى يومنا هذا منذ يونيو الى اليوم ما كاين لا تواصل ولا جواب على اي شكايه ولا تدخل في اي جانب، بل هملاتها وتسترات عليها. دابا حتى هي دارتها بحال الشكايات اللي كنا كنصيفطوا ليها، بحال هذيك التوصيه ما صدراتش كاع، وبحال ما كاين في ديك المؤسسه لا كاتب عام ولا مسؤول ديال التقنين ولا مسؤول ديال اللي كيقولوا ديال الضبط في لجنه ديسيبلينير، ما كاينش. يعني هذا هو الخطير في الامر، مسؤولين كاينين في الهيئه كيتخلصوا من المال العام هذه سنوات وكيتستروا على جرائم ماليه واقتصاديه خطيره في القطاع، وجاتهم توصيه ديال وسيط الملكه وكيهملوها حتى هي ما كيضربوا عرض الحائط. فاليوم المسؤوليه عند وسيط الملكه نفسه اللي عطاه المشرع مجموعه من التدابير اللي خصو يقوم بها فعلا، وحنا كنحاولوا ان نشوفوا شنو هو الحل ديال هذا المشكل، لان هاد المسؤولين ما بقاوش كيتحداو غير المشاكل ديالنا ويتستروا عليها، بل كيتحداو حتى المؤسسات ديال الدوله الرقابيه. كاينه مؤسسه اخرى مؤسسه مجلس المنافسه قمت مؤخرا بزيارتها، واش تم تخصيص جلسات انصات للجمعيه ديال وسطاء مستثمري التامين؟ غنجاوب على هذا السؤال السي عبد الله غير قبل ما نكمل ندخل في الجواب ديالي، بغيت نكمل الفكره بان حيت وسيط الملكه لحد الان هو ملي خرج توصيه ما تنفذاتش، فالمشرع المغربي عطاه الحق انه يتخذ قرارات انه يرفع تقرير مستعجل رئيس الحكومه باش يخبروا بهذا المسؤول شنو كيديروا، لان هادشي كيهدد الامن المجتمعي كامل. فعتيق ماشي كار وندوه اللي جا فيها من الضحايا، فهو واحد ماشي اشكاليه غير ديال واحد ولا جوج في المغرب، راه عدد كبير ديال الضحايا، والجمعيه كشفات على هادشي في اخر خرجه اعلاميه. فكاين يرفع تقرير رئيس الحكومه، كما ان وسيط ممكن له في اطار التدابير ديالو يشعر رئيس النيابه العامه بما يقع في هذه الهيئه، لان هي كتحدى القانون وكتحدى التوصيات اللي كتصدر وسيط رقابيه. هذا من جهه يعني في اطار الهيئه. بالنسبه لمؤسسه مجلس المنافسه فبطبيعه الحال اياه، منذ ربما اخر لقاء كنا معك السي عبد الله ربما هذه 8 اشهر كانوا تغييرات على المؤسسه الدستوريه منهم مجلس المنافسه في اطار المشاكل اللي عانها الملف ديال المحروقات في التدابير ديالو. هذا فمنذ هذه المده حنا حاولنا تواصلوا بمجهودات كبيره، تنقلات عديده للرباط وكنمشيو للمجلس وعطينا مراسلات وشكايات وطلبات تحقيقات، وشعرنا بان كاين ناس مسؤولين وسط ذاك المجلس كيمارسوا خروقات فعلا حقيقيه، ماشي تمارست غير في المحروقات، تمارست حتى الملفات ديالنا حنا، ولحد الان مازال ما صدرت حتى تقارير باش نور الراي العام. وكنعرفوا بان مجلس المنافسه عنده دو تيب دو كونسلطاسيون، يعني اما راي استشاري وعنده واحد الاجل محدد باش ينظر القطاع اذا كان فيه شي مشكل ولا اي سوق فيه شي مشكل ديال التنافسيه او تهديد ديال الاحتكار وغيرهم، يعني ما بين شهر حتى شهرين،
وكاين الراي التنازعي كياخذ الوقت ديالو ما كاينش مده محدده فعلا. وحنا عندنا ملفات ما بين استشاريه وتنازعيه منذ 2019 ونقدر نقول لك ان تصدروا قرارات ولا عندنا قرارات وسط داك المجلس متناقضه غير في المجلس نفسه. وحاولنا نتواصلوا مع هذا الرئيس الجديد السرحو باش نلقاو معاه واحد النقاش باش يعرف شنو وقع سابقا وشنو وقع حاليا وشكون مسؤول على هذا الشيء. للاسف راه لحد الان مازال ما توصلناش بالتا جواب وما لقيناش مخاطب حقيقي في المجلس. وبحال يعني حنا دابا ولات عندنا واحد الضبابيه والتاثيرات السلبيه ديالها على القطاع كتزيد الهيمنه ديال شركات التامين كتزيد المشاكل المؤمله لهم كتزيد. فحتى هذه المؤسسه كنقول اليوم انها جات الدور باش تحمل المسؤوليه ديالها وتقوم بالواجب ديالها لان عندها امكانيات مرصوده كبيره وعندها امكانيات ماليه الموظفين ديالها كتوصل حتى 70000 درهم كل شهر. ولكن لحد الان ما كاينش قرارات حقيقيه بل كنلقاو بعض المرات كنحاولوا غير اننا نتخلصوا من دوك الاحالات بواحد مبررات هي براسها متناقضه. وهادشي يؤسف له فعلا يؤسف له ان هادشي اللي كتعاني منه جمعيه وسط الطاقه وسط التامين او قطاع الوسط التامين فهي مشاكل كتهم جميع المستثمرين في الحقيقه. راه ماشي غير ديالنا حنا بوحدنا. راه الا كانت دخلت الحمد لله المؤسسه وخرجت قرارات ذات جراه ذات حقيقه وهي اصلا كنعرفوها كاينه في الواقع فبيان سير غتسهل الانخراط ديال باقي القطاعات الاخرى باش نضبطوا القانون. لان راه مجلس المنافسه هو اللي كيظهر على حمايه وفرض سياده دوله القانون في المجال الاقتصادي. معدل شحال الراي ديال مجلس المنافسه يخرج في شهر حتى شهرين. حنا عندنا دابا احاله تما ما خرجوش فيهم اراء وكاين كاين احاله تما استمع لينا سنتين اكثر من سنتين ونصف. كاين دابا احالات عندهم استمعوا لينا ما عرفناش المآل ديالهم. كاين احاله صيفطناهم تسجلوا ما قالوش لنا فين مشاو. كاين احالات حنا خرجوا ولاو متناقضين في القرارات بيناتهم سيرتو مع التغيير ديال الرئيس السابق مع الرئيس الحالي. يعني كاين شي وحدين دابا استغلوا غير هذا الشونجمون هذا وبداو بحال كيعبدوا بالمؤسسه وديال المؤسسه ماشي ديال اللعب باش نكونوا صراحه. نعم. وخلال هذا الاسبوع قامت الجمعيه ديالكم بزياره عدد من المؤسسات الدستوريه الطبيعيه. وعلاش غدا الزياره؟ كما تعلمون ان الملف ديالنا مشينا عند كل مؤسسه رقابيه والاصل ديال هذا الشيء كامل هو المسؤولين ديال هيئه رقابه التامينات. يعني تخيل شحال مؤسسه غادي نخاطبوا على ود هذا المشكل هذا في نفس الوقت. هذه سنتين غادي يمشيو عند محكمه النقد هادشي بلا مجلس منافسه وسط المملكه غنمشيو محكمه النقد غنمشيو لحاله الملف. شعراتنا كجمعيه ان حاله الملف ديال المشاكل اللي فيه المجلس على السلطه القضائيه اللي هو في اطار التحضير ديالو حنا كنحاولوا نحضروا النقط اللي غنصيفطوا اللي تخاطب معنا تواصل معنا مشكورا المجلس على السلطه القضائيه طلب منا شنو هما النقاط والمطالب اللي الجمعيه كتشكى منها في اطار المنازعات اللي كاينه ما بين الوسطاء وشركه التامين امام العداله. وحنا كنحضروا هذه المراسله غتكون اليوم قريبا او ميم طون دونك محكمه النقد جاوبات في هذا الملف وحالته على المساله القضيه في اطار الاختصاص. غنمشيو للبرلمان. انا نعطيك واحد الفكره خطيره ان دابا وزير الماليه الحالي ولا السابق يعني حد الان عندهم شكايه هذه الحكومه اللي يلاه جات عندها شكايه مشات للجمعيه على الخروقات اللي تمارست مورا التوصيه من الهيئه وبان كاين خروقات اللي واصل كيعاقب عليها القانون الجنائي من الموظفين ديال ديك الهيئه مراقبه التامينات. راسلنا رئيس الحكومه كانوا في اطار تبادل السلطات. راه الرئيس السابق السي العثماني حال الشكايه على وزاره الماليه في شخص كاتب العام باش يدير التحقيقات ما تواصلش مع وزاره الماليه دي 3 اشهر وما جاوبتش رئيس الحكومه الحالي الجديد. او ميم طون كاين اسئله كتابيه مشات من البرلمان منذ ذو السنه الفارطه والسنه اللي سنتين يعني تقريبا من 2019 2020 مشات لوزير الماليه من فرق الاغلبيه والمعارضه كنهضر على التكوين البرلماني السابق. ما كاين حتى جواب ما كاين حتى تحقيقات ما كاينش قرارات تخط ضد الهيئه او شعارات المسؤولين ديال الوسائل الرقابيه الاخرى رئيس الحكومه وغيرهم ما كاينش جواب. فهنا كنقول لك حتى وزاره الماليه راه ما كتقومش بالدور ديالها باش تساهم خصوصا ان القطاع وقطاع حيوي كيمس جميع شرائح المجتمع. فما يمكنش تخيل هاد الممارسات بقاو غدا نطيحوا في واحد المشكل ديال ان شي شركه تامين غدير فايت. انا كنقولها لك وغير راه كاينه دابا بوادر احدى شركات التامين راه غدير فايت راه بدات كتصرح بها بان كاين مشكل في القطاع. وحنا كنقولوها كمهنيين كنشعروا بهذه المشاكل وزاد باش هادشي غياب الرقابه الداخليه والخارجيه على الممارسات ديال شركات التامين والمسؤولين ديالها. او ميم طون مشينا عند رئاسه النيابه العامه اللي كاين عندنا مشكل في اطار الاستقلاليه اللي كتعرفها الان اننا من ناحيه ان المتابعات اللي باقا كتمارس ظلما وعدوانا بوثائق مزوره وبالاحتيال هذاك الشيء اللي قال عتيق بن شيكر ولا اللي جات في سميتو ديال اساليب الاحتيال اللي كاينه راه جا دابا الوقت باش ان القضاه تبارك الله ديال النيابه العامه والقضاه ديال المحاكم ان يجلسوا الاطاب باش نشوفوا هذا الشيء راه ما خصوش يبقى لان كيتهضموا الحقوق ديال الناس بسبب هذوك الاساليب الاحتياليه
اللي كتمشي امام القضاء. وفي حنا القضاء خصنكونوا كنجيو بحسن النيه، المبدا الاساسي امام القضاء هو نتقاضاو بحسن النيه، ماشي انا جيت نتقاضى معاك بسوء نيه نزور لك المعطيات والعقود وداكشي باش انا نهضم لك حقوق ديالك ونسميك انت شركه تامين، انت نعطيك فلوس نتامنهم، ما يمكنش. هذيك البرلمان سيونس كانت واحد كان تقرير خلال الولايه البرلمان السابقه على الابلاك، واش هذا التقرير هذا كيشمل قطاع الوصله في التامين؟ بالنسبه لنا كما كتعرفوا حنا كنا واكبنا هذه القضيه، كان عندنا تواصل مع رئيس اللجنه اللي كان في الولايه السابقه، وكانت عندنا تاكيد بان كاين في التقرير واحد الجانب ديال قطاع التامين، لان الابناك بيان سور دابا ولات هي هما الوسطاء الحقيقيين في القطاع. تخيل ان اليوم كاين عندنا اكثر من 6000 وكاله ديال الابناك كتبيع كتروج عقود تامين للزبناء وما عندهاش اي اعتماد، يعني ما عندها لا كونسي ولا اعتماد ولا حتى شي حاجه. وحنا كنعرفوا بان في مدونه التامينات ان القانون الجنائي كيعاقب اللي كيمارس الوساطه بدون اعتماد، وهما دابا باقي خدامين بحال ما كاين حتى مشكل. فاحنا كنا تواصلنا في هذا الاطار وكنت تلقينا بان كاين ربما في هذا الجانب غادي يكون في هذاك التقرير، وكان من ضمن الحوايج اللي كنا تلقينا ان في شهر 7/2021 غادي يكون النقاش قبل نهايه الحكومه السابقه والولايه ديالها البرلمانيه غادي يتناقش هذا التقرير. تفاجئنا ان التقرير ما تناقش، وبيان سور خصو يخرج من الرفوف، لان ما تمارسه الابناك اليوم من منافسه غير شريفه وغير مشروعه في القطاع في القطاعات الاقتصاديه خصوصا في جانب التامين ولات كتحتكر هي وشركه التامين ما يزيد على 50% من لو شيفر دافير ديال التامين في المغرب. فراه ما يمكنش الابناك هما جاو كيكونوا في الدول الديمقراطيه وفي الاقتصادات اللي فيها التنميه والليبراليه كيكونوا من اجل المساهمه في التنميه وتمويل المستثمرين، هادو ولاو هما كياخذوا فلوس عند المستثمرين وكينافسوا المستثمرين. راه ما يمكنش هادشي. انا خليك عندك فلوسي وتتهزهم وتستعملهم باش تنافسني انا، ومازال وكدير تواطؤ انت وشركه التامين. هادشي راه ضد المستهلك وضد التنميه وضد كلشي. ونكمل هاد الخشبه هاد القضيه، انا كنتمنى من هاد الحكومه اللي عندهم كيقولوا توجه ليبرالي ويطبقوا لنا المبادئ الليبرالي، حيت الليبرالي ماشي غير هضره، الليبرالي هي ممارسه، هي فعلا هي مراقبه. يعني ما يمكنش انت تنافس المستثمرين بامكانياتهم هما. نعم راه ماشي معقول. المآل ديال هذا التقرير فين وصل؟ واش كاين متابعه حتى في العهد في الولايه الحاليه؟ كنوجه رساله من خلالكم من المنبر ديالكم السي عبد الله، حنا غنحاولوا نواكبوا هذا التقرير هذا ونشوفوا فين وصل. ولكن راه كنقول لك كاين حتى مشكل اخر، راه خصنا بين القانون ديال البرلمان كيعطي الاجوبه الكتابيه واحد 20 يوم، حنا عندنا اكثر من 8-9 الاسئله ولا 8، راه وزاره الماليه مشاو على هذوك الاسئله ما جاوبت على حتى وحده فيهم. ياك وكاين اسئله عند وزير العدل حتى هو ما جاوب على حتى شي حاجه من الولايه السابقه، فما بالك في هذا التقرير. فاللي كنتمناه هو هذا القطاع ديال التامين والابناك نخرجوه من هذا من هاد من هاد التستور، لان هاد الشيء حنا في الاخر حنا اللي غنخلصوا، خصنا نعرفوا هاد القضيه هادي. راه ملي كنقولوا واحد شركه تامين غدير فايت ولا واحد المشكل غيكون عند الناس، راه حنا كنا كنتمسوا ماشي مصالح، حنا خص تغلبنا المصلحه العامه على المصلحه الذاتيه. فحنا من جهتنا غادي نحاولوا نسميتو، وكنتمنى ان حتى البرلمانيين ديال المغرب الحاليين دابا يلتقطوا الرساله ويناقشوا مشكل التامين ومشكل الابناك بكل جديه وبكل استعجال. سيونس شكرا جزيلا سيونس على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، نضرب لكم موعدا جديد.